بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا بلاتفورم ديوان سبور وما كنت اهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع الرابطه المحترفه الثانيه ولقاء الجوله 12 في المجموعه الاولى اللي يجمع الامل الرياضي بحمام سوسه وضيف جمعيه اريانا تنفيذها حسني قزمير مسخ اليسار وزع كوره ويتدخل الدفاع في مره اولى ناحيه الشباح طويله بحث عن الحلول توسيعة ممتازة كورته مصعب يحاول يراوغ مصعب ويوزع بسيقه اليمين مصعب والحارس صورة يتدخل لصالح جمعية تريانة تصويبة لكمال الظفلاوي يراوغ كمال يوزع كمال والدفاع متألق ظهير الأيسر تتوزع كرة في القائم الأول ويتدخل محمود مرة أولى برهومي وائل البرهومي تصويبه ممتازه جدا صبري القلاعي يلعبها مع مصعب ساسي مصعب منطقه العمليات يصوب مصعب الحارس يتدخل في مره اولى وفادي سليمان راسيته سهله فادي سليمان يوزع مصعب ساسي منطقه العمليات ويتدخل الحارس وليد منصري شارة التنفيذ يوزع في القائم الاول يتدخل الدفاع تصويبه كما جات خاطئه يخلط عليها شمس الدين الزين في الرواق الايسر يوزع في القائم الثاني شمس الدين الزين مصعب ساسي يروض براسه وش يعمل يصوب تصويبه ممتازه جدا متابعين تتبعوا العمليه تصويبه خطيره الكوره والعمليه فادي سليمان لا موجود بكيس تصويبه جول مصعب يصوب وراد الشيخاوي يسجل كره مصعب ساسي يراوغ يمرر تاع احمد بن سعيد يعمل كنترول يصوب ويتوغل صبري يدخل منطقة عمليات جول هدف ثاني للامل الرياضي بحمام سوسه الشباح يصوب يوزع كوره في القائم الثاني الزوالي بالراس ايمن يصوب ترجع لاحمد بن سعيد احمد بن سعيد والكوره تمشي اوت الحارس تتوزع في القائم الاول ويتدخل رائد الشيخاوي الى توقيت 64 دقيقه لعب والنتيجه على حالها احمد بن سعيد يوزع كوره في القائم الثاني جول رائعه تمريره احمد بن سعيد ولاسيست وكيما جات فادي سليمان يحطها في شباك ناصر شعبان فادي سليمان يضعها في شباك ناصر شعبان معلنا على الهدف الثالث لصالح الامل الرياضي بحمام سوسه ثلاثة الامل لا شيء جمعية تريانة واسيست ولا اروع من لاعب احمد بن سعيد للفارق الصيدي صوب ممتاز الحارس مرة اولى ترتدم الكرة في المدافع وتمشي ركنه ويدخل الدفاع الحارس تمشي كو تصويبه وكاد دايما بن بلقاسم يذلل الفارق مصعب ساسي يوزع كرة في القائم الاول مباشرة ولكن اوت يوزع ترتدم في الدفاع يوزع بسيقه اليسار رأسية وعالية كرة تامير بن رجب يلعب كرة في القائم الثاني تتقص كرة وترجع وسيعة في القائم الاول يدخل الدفاع حسليمان حسالم عفوا وتصويبته بعيدة تتوزع الكرة وتتجاوز الجميع توصل الصيد يصوب توزع ويدخل الدفاع ترجع كرة الماجري يصوب ويدخل الدفاع عمق الدفاع تكون أروقة توزيعة أرضية ممتازة يصوب ولا هدف ولا أوه ممتاز الحارس وكأنه عامل حرز الحارس للمرمى نتاعو يعني كرة والحق يقال ممتازة بالإكستيريور ولكنها ليس بمثل هذه الكرات تسجل الأهداف لصالح جمعية تريانة يصوب أيمن بالقاسم
وتصويبته عالية مع الكبار يعني في الرابطة المحترفة الأولى بمردود محترم للغاية. وزيان يصوب ترتدم بالحاج سالم، وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم وليد المنصري على نهاية المباراة بانتصار أمل حمام سوسة على جمعية أريانا بثلاث أهداف مقابل صفر.